السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد جودة. اليوم كما كتشوفوا غنديروا واحد طويجين او لا المرقة او لهنا في الخليج كيقولوا لها صالونة الخضر. فان شاء الله بخصوص المكونات، عندي اللحم، عندي جوج قطع ديال الثوم، عندي اللي هي البازيلا او لا اش كنقولوا لها جلبانة وعندي ما يعادل 3 بطاطس، انا قطعتهم هكايا، جوج خزوات، 2 جزار و2 كوسة، جوج قرعة خضراء، وعندي واحد فلفلة كبيرة. وبخصوص البهارات راح نجيو وحنا كنديروا الطاجين ديالنا، راح نقول لكم البهارات شحال، وكيبقاو البهارات للذوق على حسب كل واحد والذوق ديالو، والخضر فيكم تزيدوا الكمية على حسب عدد الاشخاص المتواجدين في البيت. فنبداو على بركة الله. كاس الله غادي نبداو. فانا غادي نديرو في الطاجين، فحطيت ربع كاس زيت زيتون، حطيت عليها اللحمه، غادي نقطع عليها جوج دروسه ديال الثومه هكايا، غادي نقطعهم ولا فيكم ديروهم محكوكين. غادي نضيفو ملعقه كبيره ديال الملح على حسب الذوق، غادي نضيف اللي هو ملعقه كبيره ديال الفلفل الاحمر الحلو اللي هي التحميره كيف كتشوفوا على الطريقه هذه. غادي نضيف مسحوق الزنجبيل ما يعادل ملعقه صغيره، وغادي نضيف الفلفل الاسود الناعم اولا الابزار على حسب الذوق اختياري، اللي كيبغي الحار، اللي ما كيبغيش ما يديروش. فانا درت تقريبا ربع ملعقه صغيره، عندي ربع ملعقه صغيره كمون، عندي قرفة ربع ملعقة صغيرة، عندي الكركم، كركم ربع ملعقة صغيرة ما تكتروش، وعندي اللي هو الزعفران. الزعفران تحطوا بس ثلاث شعرات يعني، وتحطوا مسحوق الكزبرة لو عندكم اختياري بعد ملعقه صغيره. من بعد غادي تخلطوا هاد المكونات باش تتجانس مع العطريه، كي تتجانس مع البهارات نحاول نحركوها مزيان باش تتجانس لينا مزيان. من بعد غادي نضيفو الخضر ديالنا، غادي نضيفو البصل. على فكره ما قلتش لكم البصله، ثلاثه حبات ديال البصل، غنقطعوهم بهذه الطريقه هذه قطع صغيرة. تنتهي من قطع جميع البصل اللي عندنا. على فكرة هاد الطاجين سهل وفي ساعة كيطيب بصراحة، مكونات بسيطة واقتصادية وصحيه في نفس الوقت. كما كتشوفوا قطعنا البصله ديالنا، غادي نقطعوا الجزر بهاي الطريقه شرائح رقيقه، تنتهي كل شيء من قطع الجزر بهاي الطريقه كيف كتشوفوا. بهذه الطريقه هذه الجزر كيطيب لينا بسرعه، يعني ما كياخذش لينا بزاف ديال الوقت. كندوزو الكوسه حتى هي اللي هي القرعه الخضراء، غنقطعوها بنفس الطريقه شرائح هيك رقيقه طويله، نفس الوقت حنا كنرتبوها
نرطبوا الخضر ديالنا، غنحطوا عليها نضيفوا البازيلا اولا الجلبانه هكا كيف كتشوفوا على الطاجين كله، نحاولوا نعدلوه. من بعد غادي نضيفوا قطع ديال البطاطس، نحاولوا نرتبوا البطاطس بهذه الطريقه. غادي نرتبوها في الطاجين كلها حتى نعدلوها هكا مزيان. كيف كتشوفوا غادي ندوزو ناخذ الفلفله ديالنا حتى هي غنزينو ليها الطاجين ديالنا. هاد الطريقه هادي كيف كتشوفوا هذا هو الطاجين ديالي. غادي نضيف فوق هاي الخضر ما يعادل ملعقه صغيره ديال الملح، وغنضيف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر الحلو، ولكم الاختيار لو حابين تضيفوا الفلفل الاحمر اللي هو الحار فلكم الاختيار. هذا هو الطاجين ديالي، غادي نشعل عليه العافيه مد يعني المهيله على نار هادئه، وان شاء الله غادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي، فكما قلت لكم انا حطيته على نار مهيله، ومره مره هكا كنضيف ما يعادل ديال ربع كاس ديال الماء حتى يطيب، ما نكثروش الماء حيت هذا هو الطاجين، يعني ما كتسخوش عليه الماء بزاف، ماشي بحال درتي في الكميله اولا في كوكوط، في الطاجين بيستوي شوي شوي. يلا ان شاء الله نتمنى يكون نال اعجابكم، وان شاء الله نتلاقاو مع وصفه جديده او زياره مكان جديد، ودمتم في امان الله.